حوم عليك حوم عليك حوم عليك. يلا يا ودي خمسة وخميس على أفريقيا كسيت. والله الله اليوم اليوم أنا فرحان مش نورمال فرحان، مش خاطر ربحت دار ربحت مليار، لا زدت قطعة في الماتريال. اليوم شريت تاخذ كشواه يا عم اهو تاخذ كشواه. اليوم شريت تاخذ كشواه مش صب الدالة بتاع الدار اليوم ان شاء الله. يا ودي شوية جدية، أهلا مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله باش نحكي لكم باش نحلوا معاكم تاخذ كشواه. ليلة محمد رسول الله. بالنسبة للطاي تاعو هذا 2.90 متر هذيك هي 2.90 متر على 2.85 متر تقريبا 3 على 3 مربع. سيت نشوف شنو اللي فيه تاع اليوم. هذا البوم تاعو 2.300 كيلو رزين. علاش رزين؟ خاطر فيه 2 جعب هذوما. خاطر نشوفوهم في الوسط. التاخ هذايا ايطونش نستعملوه في الكومبينغ وقت نجمو نعملو لاماك لاماك ونحطو التاخ فوق منه على المطر وعلى الهواء وعلى البرد. شنو هو بيان سور التاخ ومع حاجة أخرى مع 2 جعب هذوما. أنا راح نحلو معاكم تو شاركوني الفرحة. الجعب هذوما ما نسحق لهمش، واحد كثير ما يهزهمش. علاش؟ خاطر الرزانة والحاجة. ثاني حاجة نجم في في في, في, في الغابة يستعمل الحطب في عوض الجعب هذوما. فيه 2 جعب قداش طول الكعبة؟ الجعبة طولها 1.80 متر كما حاطين هنا معطى أطول مني. هذا شيء من طرف 3 طروف عن فرنسي أعتقد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 على 2 5 طروف. شوفوا يا صاحبي كيف نحطوا 5 طروف فوالا. دونك كما هذيا هذيا اون برانسيب تجي في القاع كيك، هذيا اون برانسيب تجي اللوطا. هذايا ثاني في الطرف الثاني فوالا. هذا ثالث يوب ثالث. مازال واحد اخر هذوما 3. هذا الرابع مؤخر شوية خير اطول مني خمس مني. هذا الخامس طيارة ياسر فيك ولا في البيسد. خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة تروح خمسة دوما يعطيو 1.80 متر نستعملو دونك. نحطو واحد هنا زدنا ما عندناش الجر، واحد هنا واحد مقابل غادي ونحطو عليه التاخ. التاخ تاخ اسمو تاخ ولا باش نجمو نقولو تاخ باش طوال. هلا أيوب وينك أخويا سافا سام؟ والله يعني واحد يا أخويا كان جيب حدايا مش خيرة يخوذ لواء شويجة فوالا. عنا 2 جعب هنا في الساك متاعهم. زعما شنو عنا آخر؟ مفاجأة. عنا اللي بيكي اللي بيكي اللي تغرسو في القاع. واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية 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 علاش ثمانية وفي 4 كوانات أون بلاسيف؟ غنشوفو علاش. في 4 كوانات وفما 2 في الوسط 6 وتقريبا عطاو 2 ريزيرف على ميتي. هذوما زاد ما نستعملهمش رزان. دونك هذوما والجعب الوحدة التاخ وحدة ربي فيها 700 غرام معناتها 700 2 كيلو 300 نحملهم 700 لقاو وغرام 250 غرام. هي الورقة هاذي الورقة التيكي متاع أي واحد الفري قد شريتو يعطيكم الصحة. هاي الجبرة باش فكرتو بيان سور ديكاتلون. هذا المشكلة تاعو غالي شوية بالنسبة لي نظر لي غالي 24.95 معنتها 25 كورو هاو الفري هنا 25 كورو. بالنسبة للباش غالي. قريت لي كومنتير بالنسبة للعباد اللي استعملوه خاطر أول مرة مش نستعملو معاكم. العباد اللي كومنتير اللي خلاوها ثم تقريبا 140 كومنتار عطاو نوت حصلوا 4.5 على 5
الأغلبية قالوا الطيارة يطونش في كابل. سيدي شحال من الداخل زادا؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، أيوا وعندي اثنين هنا، أربعة، خمسة، ستة. الكاليتي سيدي، شوف الكاليتي. بالنسبة للحبل بتاع الطيارة، اللي كومنتير الناس كنت خليه تحكيه الحاجة النيجاتيف الخايبة أنه غالي 25 يورو تقريبا 60,000 60 دينار تونسية، وحاجة أخرى رزين باللي بيكي رزين ياسر. أما هذه مع البلاستيك هذه فما برشا الناس ما يعرفوا هي شنو هي البلاستيك هذه، يعملوا بها الريجلاج بار إكزومبل. مثلا صبعي هذا البيكي، هاي سيدي لازم نحلو شوي. مثلا هذا البيكي وهنا الطوند مربوطة في الطوند هكا، كيف تجبد هكا ما عادش تحل. نجمو نقصرو في الحبل بيان سور، باش نقصرو فيه نزيد هكا. شفت هذي علاش تحطها في البيكي، تعمل ريكلاج بالبلاستيك هذي باش نكبسو الحبل نتاعو. هذيك كعب كيشوا كبيرة هنا تقريبا هكا، هو ذا اللي نجم نحكي عليه توك. خلي لي شوية وقت ننسى عليه، إن شاء الله الدنيا ما تظلمش توم ثلاثة والمغرب الخمسة تقريبا يجي هنا. الشمس قاعد نشوف فيها مقابلتني حاجة باهية في كون هذايا، الشمس مقابلتني ديريكت. سالو، هيا شوية وقت نعمل الباش للتاخ ونرجع لكم إن شاء الله. أتوت عسلامة عسلامة. أنا رجعت لكم بعد ما حاولت نستالي الباش، أصعب ما جاء أصعب ما تصورت، مش كل ما جاش كما نحب جاء كعب كرواسون، على خاطر الباش أكبر من البلاصة، وزيد فما الشجرة الثانية هذه جاي مقدمة على الأخرين من فوق، جاي مقدمة جاء معوش. دونك هذه المحاولة الأولى شعطات، وإن شاء الله مرة جاية يجي ما خير. تقريبا مرة جاية مش نولي نعمل لي بيكي في القاع ونربطو باش تجي خير، خاطر البلاصة جاية أصغر من الباش والباش أكبر من البلاصة بالطبيعة تقول لك. هذه الكوان شاطة، تحب واحد يركش فيه بصراحة. مشكلة ما نحبش نروح، لازمني نروح خاطر برد تو، فما في الليل توصل موان 4 الصباح موان 2، والمشكل تو جبت معايا لاماك وكل شيء، وحتى السك دو كوشاج معايا. المشكل السك دو كوشاج اللي عندي ماهيش تاع زيرو ولا موان 4، وني الجهامة والبامة حاشاك معايا كعبة الساك دو كوشاج. قداش من ديجري نسيتها، 20 ديجري هذي. لازمني كعبتين باش نسخن اليوم في الليل. ان شاء الله ملا اقعدوا معنا على الباش، تابعونا في باش فيسبوك فان دو كريزي جروب، فما برشا فيديوهات ان شاء الله مش يجيو. عندي فيديو باش نحكي شوية على الساك دو كوشاج خاطر عندي انواع، وش نحكي لكم على الفرق عندي كيفاش هذا نسمع ان شاء الله فيديو كيفاش نسمع ريشو على الكول، وافكار اخرى نستعملوها في الكومبينغ وفي الروندوني. عليه قولكم.